الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وسنتكلم عن نقص الثمرات عن آل فرعون، وسنتكلم فأرسلنا عليهم الطوفان. سنتكلم عن آيات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى آل فرعون، وكيف ابتلاهم الله عز وجل بالطوفان والقمل والدم. هذه الآيات: ولم يؤمنوا بنبي الله موسى، وكلما جاءتهم آية وآية وراءها أخرى بل تكبروا وازدادوا عنادا وكفرا وطغيانا بالله عز وجل وتكبرا، وكانوا أكذب خلق الله وأشد خلق الله كذبا. فكانوا يقولون لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الآية، أي لما جاءهم الطوفان وأغرق بيوتهم وزروعهم وكل شيء. قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: ادع لنا ربك يذهب عنا هذا الطوفان ونؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فلما دعا موسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين أن يكشف عنهم العذاب والطوفان لم يؤمنوا، فأرسل الله عز وجل عليهم آيات أخرى، أرسل عليهم الدم. فكلما جاء الرجل منهم يشرب ماء وجده دم، كلما وجد حتى في الطعام أي طعام معمول من ماء يجده دم، سبحان الله. يعني وكان الرجل من بني إسرائيل يجد الماء ماء، يعني هذه معجزات رأوها أيضا بني إسرائيل ولم يؤمنوا. يعني بالرغم من ذلك قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربك يكشف عنا هذا العذاب وهنآمن بك وهنرسل معك بني إسرائيل. فدعا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين سبحانه وتعالى ليكشف عنهم العذاب، فكشف الله عنهم العذاب ولم يؤمنوا، فأرسل الله عز وجل عليهم الضفادع. الاكل يجي يكشفوا يلاقوا ضفادع في البيوت في الطرق في كل مكان، مش عارفين يتحركوا من كثره الضفادع. فقالوا ايضا لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام: ادعوا لنا ربك ان كشف عنا هذا العذاب ويبعد عنا هذه الضفادع التي ملأت البيوت والطرق وكل مكان، هنأمن بك وهنرسل معك بني اسرائيل. فدعا الله عز وجل فكشف عنهم ولم يؤمنوا أيضا، فأرسل الله عز وجل عليهم القمل. الواحد يجي يلبس هدومه يلاقي كلها قمل، يجي ينام يلاقي السرير كله مليان قمل، تخيلوا سبحان الله العظيم. قالوا برضو لسيدنا موسى: ادعوا لنا ربك يكشف عنا هذا العذاب وهنآمن بك وهنرسل معك بني إسرائيل، ولم يؤمنوا بالله عز وجل. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل فكشف عنهم ولم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. وآيات أخرى كثيرة سنتكلم بإذن الله عز وجل عنها بالتفصيل. يقول الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سنة الجوع بسبب قلة الزرع ونقص من الثمرات. قال مجاهد: وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء ابن حيوى: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذا، أي هذا لنا بما تستحقه، وإن تصبهم السيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جرير:
عن ابن عباس قال: ألا إنما طائرهم عند الله، أي من قبل الله، فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله عز وجل عن قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل، في قوله: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أي يتهمون سيدنا موسى بهذه الآيات أنه ساحر، وأن هذه الآيات يريد موسى عليه الصلاة والسلام ليسحرهم بها. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلفوا في معناها، فعن عبد الله بن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، وبها قال الضحاك ابن مزاحم، وعن ابن عباس في رواية أخرى وهو: كثرة الموت، وكذا قال عطاء وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي، حدثنا يحيى ابن يمان، حدثنا المنهل ابن خليفة عن الحجاج عن الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت. وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله، طاف بهم ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. رواه الإمام الشافعي. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. رواه أبو القاسم عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جند الله لا أكله ولا أحرمه، وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعفوه كما عفت نفسه الشريفة الطاهرة أكل الضب وأذن فيه. وقد رووا قدره الحافظ عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الضب من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجس وعذاب، وأما الضب فقال: أتخوف أن يكون مسخا. ثم قال: غريب، يعني هذا حديث غريب. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن عمر سأل الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. وروى ابن ماجه عن أنس ابن مالك يقول: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادان الجراد على الأطباق. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما فأطعمها الجراد. وعن أبي زهير النمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. غريب جدا. وقال ابن أبي ناجح عن مجاهد في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدعو الخشب. رواه ابن عساكر من حديث علي ابن يزيد. أخبرنا وكيع عن الأعمش أنبأنا عامر قال: سأل شريح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجراد، فيه خلقة 7. الجراد فيه خلقة 7: رأس فرس، وعنقه عنق ثور، وصدره صدر أسد،
وجناحه جناح نسر، ورجله رجل جمل، وذنبه ذنب حية، وبطنه بطن عقرب. وقدمنا عند قوله تعالى: أحلت لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصا، يعني استقبلوا رجل كان الجراد يمتلئه فضربوه بالعصا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس بصيد البحر. رواه الإمام ابن ماجه. عن أنس وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كبيرة واقتل صغيرة، وأفسد بيضة واقطع دبره، وخذ بأقواه عن معايشنا، وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال جابر: يا رسول الله، أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دبره؟ فقال: إنما هو نثرة حوت في البحر. قال: من حقق ذلك؟ أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدأ للمشي أن يفقس كله. حديث عمر رضي الله عنه أن الله خلق 1000 أمة، 600 في البحر وأربعة في البر، وأن أولها هلاك الجراد. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وباء مع السيف ولا لحاء مع الجراد. حديث غريب. وأما القمل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وعنه أنه الدبأ، وهو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد: القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن ابن زيد: أسلم القمل البراغيث. وقال ابن جرير: القمل جمع وحدته قملة، وهو دبة تشبه القمل تأكله الإبل، فما بلغنا، وهي التي عناها العيش بقوله. عن سعيد ابن جبير قال: لما أتى موسى فرعون عليه السلام قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا، خافوا أن يكونوا عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسل معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك الستة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلى، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلى، فلما رأوه أثروا في الكلى عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فدعوه وأحرزوه في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الراحنة فلم يرد منها إلا 3 أقفاز. وبإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنكمل في اللقاء القادم بقية قصة سيدنا موسى مع الجراد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.